بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم ما يجب علينا السعي إليه والهداية، فالهداية من أعظم نعم الله، فبالهداية تتحول النقم إلى نعم، ومن دونها تتحول النعم إلى نقم. كيف نحصل على الهداية؟ الهداية في الواقع شغل الله. يقول ربنا عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما كيف نحصل عليها؟ فبتوفر شرطين: الشرط الأول إرادة الله، والشرط الثاني إرادتك أنت. ربنا عز وجل يستطيع أن يجبرك على الهداية، ولكن سنته لا تقوم على ذلك. أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يريد الله منا أن نهتدي بإرادتنا واختيارنا. أما كيف نحصل عليها؟ فبأن تفتح منافذ قلبك، تماما كما أنك عندما تريد الحصول على نور الشمس ودفعها يكفي أن تفتح شبابيك غرفتك. لا يجب عليك أن تخلق الشمس في غرفتك، الشمس موجودة في السماء، آيات الله موجودة في الكون وموجودة في نفسك. الهداية تأتيك وربنا يعطيك الهداية بشرط أن تريد ذلك. فإذا أردت الهداية وسعوت إلى ذلك ومنعت الحجب عن قلبك، فإنك تكون من المهتدين. والسلام.